دلوقتي هنروح لزميلتنا دينا عشان نصبح عليها ونعرف منها اخر اخبار الطقس والمرور والعملات وكمان اسعار الذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسان. صباح الخير محمد. صباح الخير يا دينا. صباح الخير والسعادة على كل المصريين في كل مكان. الجو النهارده اعتقد ان هو هيكون مرتفع الحراره يعني بعض الشيء يعني رطوبه ما احنا خلاص بقى يعني اغسطس يعني ورطوبه عاليه طبعا مرتفعه وايه كمان يا دينا لا خلاص كفايه عليك كده النهارده يا محمد بس هبدا معاكم جولتنا بجوله مروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي الناس بدات تنزل. تعالوا نبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس هنلاقي سيوله مريه اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر في برضو سيولة مرية مع ظهور بعض الكثافات المرية البسيطة. لو رحنا إلى طريق صلاح سالم في سيولة مرية ولو كملنا لحد الآخر هنلاقي بعض الكثافات البسيطة. بالنسبة لمطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا إلى ميدان الفاروق ذهابا. لو عدينا على طريق الكورنيش هنلاقي هناك بعض الكثافات المرية عند المظلة ثم بيكون بعد كده في سيولة مرية بتقل بشكل تدريجي بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنروح معاكم نكمل جولتنا بشوارع الجيزة وفي كثافات مرية نسبية على محور صفت اللبن للمتجه إلى الدائري وصولا إلى شارع السودان لكنها متحركة وفي نفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة كمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات لكن بالنسبة لمحور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وفي كمان كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. شارع الهرم بيشهد سيولة مرية من شارع العشرين وحتى الطلبية. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية وتحديدا من شبرا الخيمة واللي بيشهد شارع أحمد عرابي بعض الكثافات المرية هنفضل ماشيين لحد ما نطلع الكوبري وهناك هنلاقي الكثافات بدأت بتقل بشكل كبير. أما طريق شبرا بنها الحر فبيشهد سيولة مرية وتظهر بعض الكثافات البسيطة مع منتصف الطريق لكن في كثافات مرورية قبل مطلع الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق. هنروح بجولتنا المرية ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق ونلاقي كثافات مرية عند محطة الرمل وصل لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية وصل لحد طريق الحرية. خدناكم في جولة مرية في معظم محافظات مصر. تعالوا دلوقتي نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ من الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه 98 قرش و 18 جنيه و 90 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه و 40 قرش للبيع 19 جنيه 32 قرش للشراء. جنيه الاسترليني 23 جنيه و10 قروش للبيع 23 جنيه للشراء. فرنك سويسري 19 جنيه 95 قرش للبيع و19 جنيه 86 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه و81 قرش للبيع 2 جنيه و80 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و5 قروش للبيع و5 جنيه و3 قروش للشراء. دينار كويتي 61 جنيه و90 قرش للبيع و61 جنيه 52 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و17 قرش للبيع و5 جنيه و14 قرش للشراء. متوسط اسعار الذهب النهارده عيار 18 سجل 806 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 941 جنيه، عيار 24 1076 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 7531 جنيه. من المرور واسعار العملات والذهب هنستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات النهار هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبه وده هيخلي الاحساس بدرجات الحراره اعلى من المتوقع بدرجتين الى 3 درجات. في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء.
كمان في نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف لحد مترين. ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.